السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت عليه ومرك لأي موقال عصب برتن أد إيقاد إيه هاني سانا والله كحميدي براو أد إيقاد بعد ما هتنتهين ملك ستتك جوك تندافها عالمك لياب دوني دوا لياب الوحا عن ليابي أيام وحا ربها إنان وحيدين كتصو أصحابتي يدا قيمة هي قدر أنت مدن ملك ستو أدافع عالم كجوكتان والد السلامة يا سلام كدب حبا الله ياب يقول نقضي وحبا الله ياب يقول نقضي ما أنا أولا مش عدم بلقي هي سيا نبا وحلق الشهر ورهاشا نمان كيكا كدية بما نسهر بي لقضي سيو حجران قمر سوغاني حبسي بيو كوچري بيان اوغيني سو كان حيابتي بربرا كو باشا ليا تلو ما دولة توس من لتري بيح كفتني يا عيار لو چي لي تاغي رياشا قمر سوغاني مية تلو واحد نسي وحي احد جعيل كد اسعابتي سو جعليهين هل أقعد؟ مس تلو مقال كان عن صوته وأنا قال يابك يقول نقضي ومقال حراء وبره بلش هذا حد دب لو سعس بنسي عجيب عجيب وحنتا أقول لي هاي أمر سوغاني سيدان أقين لين تأيوه حكود عبي حبسية سيد الله شيء لين تكود عبيدو إجماعة ويرس وكان حي وصاحبك عن شعله وفنان عدكيس عن كهله رنتي وفنان سوماليات بلشده سومالياتنا فنانه لكن هري وحنو مقلي إن حري أو حبس كجرو هو يدي سو هلا يسنا عن كأركي أبوانا كهلاينا عن أركي لكن من اللي قصوا ده إلا هذا ما مقلين بس هو حنجران وعي موقال كاني ما موقال هرئه تلو هذا لسوا عسريبة تلو ما موقال هرئ أو حسب القصوى دي غيبة يا ورواي يا أخي مثل تلو وريان هذا الكيدون كل أهريني بل إلى الدعوة ظهرت بسم الله سيو حجران هذا قمر برنامج كي هاكي مبانك سامعيني صح إن وحن لنا مركات ورالكين ومرتين ولو سودو قمر وندو حوا أدبان فرح سنين مغاردي بربروك كلاني صح إذن كو برنامج كنو بيش هو بربراء كسود حق علي ما ركتان أدبان أو فرح سنة هاي لأن يرادان حو كل إيه هاي أدبان أو فرح سنة هاي إنا كو كلاني بربراء سيدا دراد ميش أو تشوغا و بربراء وإذن عدا هايوانو ملاينية حيبتي نوافل يا إرثي إيضا هايد نواكدن بيسا كلاس عد حدي واو تالا دارك لو سيتانا و بلوك كل واو ضحريك يقو قاتي واكفتن دي كل ما داركو بلوك هدود يا لان يرى لك يا لمان داركو دو بلوك قمر سوغاني شاتي و بلوك قمر سوغاني يا ويلك كلا عورادة رقوة صرة الى الركبة انت قول حيث حدونتا يا لوية دا وإن لقريا مقرنس لو يدين واقوم موضان سلاتكم انتو كن كرتيد لركاس نمينا واقو قطاعي دبعان احسي تانا واقود بلوك ان اولجيتكو كاس ماها لكن اولجيتكو حويها قمر سوغاني قرمه لسوداي حرقي قرمه لسوداي قرمه ايا لسوفره سيدان شاقي موقال كميا موقال حريحا سيو حجران كومنتيقا انوغو سعادية أصحاب بدن
oo ka warhaysa baa laga yaabaa inay jirto. Annagu kama warhayno runtii. Waxaana jeclaan lahayn xaqiiqada dhabta ah wax nala wadaaga. Ma garan karo xaqiiqdii, laakiin qamar waa qamar suugaani, waa isla qamar suugaanigii laftigiisii. Berberuu dhex fadhiyaa meeshii la yidhi waa lagu xiray, haddana isla iyadii buu dhex fadhiyaa. Dhallinyaruu la baashaalayaa, xarigii kamay sheekaynayaan, waa iska sheekaysanayaan, waa dad faraxsan. Waxaan u malaynayaa marka anigu saan isleeyahay, muuqaalkan way hayeen oo muddo hayeen, laakiin haddaa la soo daayay. Muuqaalkan horey u hayeen oo waa la soo daayay. Haddii uu qamar xiran yahay, qamar suugaani, ilmaa reyara waa idin maareeyo oo 20 sano dowladda Soomaaliya xilka hayeyba cafise ah. Qamar waa fanaan Soomaaliyeed, iska cafiya. Kama wado waa fanaan Soomaaliya kasoo jeeda. Waxaan ka wadaa waa fanaan ummadda Soomaaliyeed u heesa baan ula jeedaa. Marka qamar hadduu xiran yahay la iska soo daayo, waayo muuqaalkani wuxuu shaki gelinayaa qamar suugaani xarigiisa. Billaa caleyk, Professor Buuba, hadilmay, aan u malaynayo inuu mar walba ula jeedo u malayn jiray. Haddii Alla idmahayoy buu ka gaarsiiyey, hadilmay dhihi jiray. Moogtaa halays bay u aayda. Professorka Soomaaliyeed cafis baa loo fidiyey isagoo oo weliba dee wax Soomaaliland shuruucdeeda ka hor imaanaya samayn jiray, oo maaragtay dowladda Soomaaliya xilal badan kasoo qabtay, wasiirada arrimaha dibadeed iyo hawlo badan, iyo maareeyo oo weliba ilaa xataa shalay waxaan arkayay isagoo Nairobi ka hadlaya, oo xildhibaankiisii ah, haddana weli maaragtay xildhibaan ah. Marka qamar suugaani runtii ma jecli inaan ka hadlo arrimaha siyaasadda, laakiin hadda waxaa igu kallifay inaan barnaamijkan kasoo hadlo muuqaalkaanaan arkay. Waa yaabay marka qamar suugaani berbere marka uu dhex fadhiyey ma xilli horey ahayd, talooma maruu hees ku qaaday oo hore muuqaal laga duubay oo aan la soo bandhigin buu ahaa kani. Mise talow, qamar suugaani lamaba xirine xeebta berberuu dabaa lagu jireeyo, dabaashii baa la dheeraatay. Horta runtii waxaan isweydiiyey marka koowaad iyo mar labaad, wax badan waa ku soo celceliyey. Qamar suugaani muuqaalkan muuqaal hore inuu ahaabay u badan tahay, laakiin haddii uu qamar suugaani xiran yahay, fadlan waxay ku wanaagsan tahay in layska sii daayo, maadaama siyaasiyiintii xildhibaanadii inta hargeysa tageen iyagoo nabada cafis loo fidiyey, haddana ay iyagoo nabada Nairobi joogaan, haddana iyagoo nabada ay u hanqaltaagayaan siyaasadda Soomaaliya inay weli ku jiraan. Haddii Faisal Cali Waraabe uu ka hadlayo arrinta Soomaaliya, macnaha waxay ku wanaagsan tahay oo ku qurux badan tahay wiil dhallinyaro ah iska baashaalaya, asxaabtiisa la baashaalaya. Anigu tusaale ahaan hadda waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo youtuber ah, karaa lixda Soomaaliya, markii maana sooto lagu daro waa lixda Soomaaliya, lixda Soomaaliyaba waan tegi karaa. Anoo youtuber ah, anoo fanaana, anoo nin dhallinyaro ah, waana kasoo baashaali karaa. Asxaabtayduna meel kastay joogaan way igala soo xiriiraan, waana igala hadlaan. Waana jeclahay oo ku rajo weynahay inaan lixda Soomaaliyaba tago biidni illaahi ilbaari. Laakiin mid ka mida in la igu dhibaateeyo iyadoo mid la igu xaqlinayo, aad bay waxay ila ahaan lahayd ciqaab iyo cadaab, mana jeclaan lahayn. Sidaa daraaddeed, qamar suugaani siyaasi maaha, cid kale tana maaha, hadduu xiran yahay waa nin fanaan Soomaaliyeed ah, ummadda bulshada Soomaaliyeed lixda Soomaaliyaba heestiisa ay dhegeystaan. Marka maadaama lixda Soomaaliyaba heesihiisa ay dhegeystaan, oo fanaan Soomaaliyeed oo codkiisa baxsan la jecel yahay uu yahay, bliis ha layska sii daayo. Kaftan intaas ha iga ahaato.
إلا أي حدنا إيه معدا إنه حريني هاي إيه إن كلا صاحبته أم قال كان يشكي بيجري وحنا ديك جت جيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم